كاين برنامج خاص لعيد الأضحى كأي مناسبة. البرنامج نقدر نلخصه في عدة نقاط. أولا تكتيف الرحلات مثل ما نصت عليه التعليمات على الوصاية والوزارة الأولى، احترام صارم للبروتوكول الصحي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، إلغاء العطل الأسبوعية للعمال للقيام بهذا تسمى باش يقوموا بهذا الوفود من المسافرين، تنسيق مع مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام خاصة في أوقات الذروة وين يكون حوالي حتى 30-40 ألف شخص بين مسافر ومعتاد داخل المحطة، دونك لازمنا مساعدة باش نوفروا الآخر. قلت لك الإلغاء تاع العطل باش شبابيك والشباكين وعمال الأمن الداخلي والنظافة يقوموا بالدور تاعهم، وتكتيف المناوبات. لقيتها إجراءات ملاحة والناس قاعدة تسافر في وقتها بيان الحمد لله، وما كان لا فوضى في تذاكر السفر لا فوضى في السفر، كان كلش مرقل في وقته الحمد لله. أخي داروا إجراءات يعني لبس بها 1100 حافلة على المستوى الوطني، مواطن يعني يتنقل بحرية